قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحقيقة هذا المعرض يعني يقصده كل الزوار من كل الفئات القاصدين البحث عن العلم والمعرفة والثقافة، ومن رواده طبعا الباحثون في شؤون في تخصص الدراسات الإسلامية والكتاب الإسلامي، ودائما يعني نحاول تتبع الكتاب الإسلامي في هذه المحافل الدولية، لكن في الحقيقة صرنا نلحظ عوزا في هذا المجال، مجال الكتاب الإسلامي، من كثير من الأصول لا تكاد تجدها بالشكل الوافر الذي تكون تتصور أن تجده في مثل هذه الملتقيات، ولكن على العموم كان الحمد لله إقبال على الكتاب عموما على الكتاب الإسلامي، رغم حدثت وتطور الوسائل الحديثة التي توفر الكتاب بكل وسائله وصوره وطرقه، لكن الحمد لله الإقبال من الشباب من كل الفئات صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، وهذا يبعث على الفرح والأمل إن شاء الله، فالمستقبل دائما للإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود القائمين على مثل هذه الملتقيات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.